عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. المرة اللي فاتت قاعدين نتكلم احنا عن قانون اسمه قانون الجذب، وهو احد 30 قانون او اكثر راح نتكلم عنهم باذن الله. وجينا عند مسألة انه هو كيف الانسان يعني قيمه تحدد طريقة تفكيره، لان انا بالنهاية افكر للحصول على قيمي. وخلنا نعرف هو شنو القيم. المقصود في القيم طبعا مجموعة قيمة، والقيمة هو الشيء الذي تعطيه يعني شيء عالي في حياتك. فمثلا يعني طبعا القيمة تنتهي إلى مشاعر، يعني مثلا ما حيقول والله أنا عندي قيمة أن أكون أملك سيارة مثلا، أوكي بس مو قيمة، تملك سيارة هي وسيلة. طب لما تملك سيارة كيف تكتشف قيمك؟ تقول لما أملك سيارة شي حقق لي هذا، ويحقق لي الراحة. طب لما تكون أنت مرتاح شي حقق لك هذا؟ حقق لي مثلا يعني الثقة أو الكرامة أو ما أعرف شيء كذا، تعطيها قيمة أنت الآن حقيقية. فتكتشف هذه القيم. في قيم مكتوبة، لو دخلت في الإنترنت وكتبت مصفوفة القيم أو القيم، لو حطيتها بالإنجليزي personal values values V-A-L-U-E-S، فيعطيك مثلا القيم هي الحب، السلام الداخلي، مثلا الغنى والثروة، هذه قيمة عند الناس، النجاح قيمة، فالأسرة، الدفء العائلي، هذه كلها عبارة عن قيم مهمة في حياة الإنسان. في تمرين عزيزي المشاهد لازم تسويه في حياتك يوما ما، وهو أنك تعرف ما هي قيمك، لأن قيمك تقود حياتك. في برنامج كيف تخطط حياتك عملنا له منهج خاص، إحنا نعمل دورات تدريبية لكيف تخطط حياتك، يدربها مدربين معتمدين في هذه المادة. فأضفنا فصل كامل مهم جدا اسمه كيف تصف القيم، هذا قد ما تجده موجود في كتاب كيف تخطط لحياتك، لكن حتى لو وجدته تجده في كتب أخرى. لو حتى ما حضرت البرنامج أو الدورة تجده موجود في الأسواق، تعلم كيف تصفف قيمك. راح نتعلم التمرين هذا كذا على السريع لأنه مهم ومرتبط في موضوع الجذب، بل في موضوع قوانين أخرى كثيرة. الطريقة اللي الإنسان يكتشف فيها قيمه أنه يكتب مجموعة من القيم، الأشياء التي يعني مهمة بالنسبة له في الحياة. مرة أخرى ممكن يقرأ بالكتب يشوف ما هي الأشياء المهمة، ممكن يسأل الناس، ممكن هو يجلس مع نفسه عصف ذهني فيقول أنا عندي مهم الحب، عندي مهم الدفء العائلي، عندي مهم الدعوة إذا كان واحد مثلا مهتم في الجانب هذا، عندي مهم يعني مثلا السلام، عندي الطمأنينة، عندي الراحة، عندي إلى آخره. هذه كل أشياء يذكرها كقيم يريد أن يحققها. طبعا لازم تنتهي إلى مشاعرها، كل ما تريده في الحياة هو عبارة عن مشاعر. فكتبت هذه المشاعر التي تود أن تحصل عليها، يعني حتى الغنى والثروة عزيزي المشاهد، الغنى والثروة مش حاجة مادية، الغنى والثروة مشاعر غنى وثروة. الأغنياء والأثرياء هم مش أغنياء لأن عندهم فلوس، إذا أنت تظن كذا والله ما راح تصير غني بحياتك أبدا، لأن الأغنياء يفهمون هذه المعادلة. الغني غني حتى لو ما عنده فلوس، الثري ثري حتى لو مفلس. في هناك أثرياء في العالم مديونين بالملايين ما عندهم ولا فلس، لكن ترى تعرف أنه ثري ويعيش في بيت كويس ويعيش هو مديون. وفي ناس عندهم أموال كثيرة وهم فقراء، يعني لأن الثروة والغنى هي مشاعر، فذلك أيضا هي قيمة، وهي قيمة مهمة. يعني يجب أن كل إنسان يسعى أنه يكون غني وثري، ثري بمشاعره وأحاسيسه وكذا، هي ليست بالأشياء المادية. مرة أخرى، فإذا صففت كل الأشياء هذه، الآن كيف أعرف أنا ما هي القيمة الأولى بالنسبة لي والقيمة الثانية والثالثة والرابعة وأعيد ترتيبهم؟ تسأل هذا السؤال. مثلا نفرض أن أنت عزيز المشاهد خرج معاك 10 قيم، منهم الثلاثة مثلا الصحة، وطلع معاك الغنى، وطلع معاك النجاح، وطلع معاك الطمأنينة مثلا، طلع معاك الحب والدفء العائلي. هذولا 6 قيم بالنسبة لك مهمة، في الغالب يكونون من 8 إلى 12 قيمة، يعني 10 المعدل. فتسأل نفسك الآن، صففهم بالطريقة التي خرجت، ثم تسأل الآن نفرض أن عندك رقم 1 الصحة، رقم 2 الإيمان، رقم 3 كذا، صففهم ترتيب عادي، ما تعرف أنت شنو الأولوية الآن. فتبدأ بواحد الصحة، تسأل هذا السؤال، ويجب أن تسأله بهذه الطريقة. تقول مثلا الآن لو ما عندي صحة بس مؤمن، أو أنا إنسان كافر ملحد ما أؤمن بشيء وعندي صحة رائعة جدا، شو تختار؟ طبعا واحد يقول لك طب ليش كذا، يعني زين يا أنا ودي يكون صحة ماشي، بس إحنا بنحدد الآن القيمة العالية.
فتطلع مثلا يطلع مثلا الإيمان أعلى، إذا ترفع الإيمان وتنزل الصحة، يعني تبدي تقارن إيمان بالبقية وهكذا. خلنا نطلع مثلا، أنا مثلا افترض أن طلع عندي مفهوم يعني السلام الداخلي، مثلا أنا قارنته، أنا عندي السلام الداخلي قيمة عالية، وعندي الدفء العائلي قيمة عالية، وعندي مثلا الثروة، وعندي النجاح، وعندي كذا، الصحة إلى آخره. فشوف السؤال الحرج الآن، مثلا يكون عندك سلام داخلي أو يكون عندك صحة؟ يعني تكون مريض وطايح بالسرير وحالتك، طبعا صورها بهذه الطريقة، صور بالأسوأ مع الأفضل، دائما تخيل كذا حتى تحدد القيمة. فلو كان مثلا إنسان يكون والله أنت بالنسبة لك صحتك جيدة ورائعة جدا، بس أنت طول الوقت مضطرب ولا ما تستطيع حتى تنام عدل، بس صحتك كويسة ومزاح تلعب رياضة وما عندك أي مشكلة، أو أنك تكون أنت هزيل ومريض وطايح بالسرير بس تشعر بالسلام والطمأنينة، ماذا تختار؟ كذا بهذه الطريقة تحدد القيم، ثم تقارن أوكي السلام أم الصحة، السلام أم الدفء العائلي. يعني يكون مثلا عندك العائلة دار مدارك، وأنت ترى أولادك جنبك، أهلك جنبك، يعني أخوانك خواتك كلهم، حب عجيب في العائلة موجود يعني ممتاز، بس أنت مضطرب طول الوقت مضطرب، أو أن أنت ما عندك أحد من العائلة ولا أحد معترف بأحد ولا أحد يكلم أحد، بس أنت تشعر بالسلام الداخلي وكذا، تختار واحدة وهكذا تصفف قيم. أنت على فكرة عشان ما تضطرب بالتمرين هذا، أن بعض الناس ينزعج، لا تنزعج، هم كلهم مهمين بالنسبة لك، هم بالنهاية أنت اخترتهم هذول الستة أو العشرة أو 12 قيمة، كلهم تبيهم وأنت وتريد تحققهم، وكلهم مهمين وستضع لهم مخطط وستحافظ عليهم، وتريد أن تكون أنت صحيح وتكون عندك سلام داخلي ويكون عندك دفع عائلي ويكون هالكلام كله يكون موجود عندك، صح؟ بس أنت الآن حدد أي قيمة. ليش؟ لأن مثلا الآن لما حددت القيمة هذه وعرفت مثلا أن السلام الداخلي بالنسبة لي أهم من الثروة والغنى، طب لو يوم من الأيام الثروة والغنى حتربك سلامي الداخلي، عندي مشروع الآن ومقادر أجمع على فلوس ومقادر ما أعرفش كذا ومضطرب الآن وأبي أحققه ونجاح، وإلا أخسر ولا شركة وكذا، وعندي السلام الداخلي، لا والله أقول سلام داخلي أنا بالنسبة لي عادي، يعني مسألة يحد. لو شخص عنده ثروة قبل السلام الداخلي ما عنده مشكلة، وذلك غالب التجار ما عندهم مشكلة، منزعجين مضطربين عايشين حياة مزربل تعيسة. ليش؟ لأن الثروة بالنسبة لك قيمة فوق السلام اللي يشعره وكذا، وذلك حياتهم تعساء. يعني أنا أحزنني كلام بيل جيتس لما طلع قبل شهرين، نضرب فيه مثل يعني، فقبل شهرين وثلاث شهور طلع لما قال أنا أشعر باكتئاب، يعني أنا أشعر أن 20 سنة أو 25 سنة من حياتي ما أعرف فين راحت، فأنا قررت قرار خلاص. يعني الحين لما صار رجل عمره قريب 50 سنة قال أنا قررت قرار أن خلاص أنا يعني في الحقيقة يعني أخذ قرار بأني لن أعمل بالبزنس، بشتغل بالعمل الخيري. كيف أنت قرر ما هي القيمة؟ تحديد القيم يعيننا كثيرا في قضية ما تريد أن تجذبه في حياتك. القيمة ستحدد الفكر، والفكر يحدد الجذب. تابع بقية هذا الموضوع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.